أصدقائي المستمعين، غنوتنا التانية بموسيقاها هي أغنية حكاية غرام، برضو لشاعرنا مأمون الشناوي. ومش مقصودة والله، يعني أنا لما خدت الغنوتين ما كنتش أعرف إن نجوم الليل تأليف أستاذنا مأمون. الحقيقة أثارت هذه الأغنية أو أثارت موسيقاها ضجة أول ما طلعت. قالوا إنه دي موسيقى متاخدة من مقطوعة للجيتار اسمها أستوريس للمؤلف جواكين مالاتس، وهذا صحيح، لكن يعني الحقيقة اللي قال كده ما خدش، معرفش ليه فريد خد هذا الجزء اللي في حكاية غرام. أنا سمعته في حديث إذاعي بيقول أنا كأني لقيت زهرية في بيت واحد صاحبي وجبت زيها أو استأذنت فيها، لكن برضو ما كانش ده الدافع من وجهة نظري أنا. يعني هو فتنته هذه الجملة تطبيقا على الجيتار، والجيتار زي ما انتوا عارفين يشبه جدا العود، فتنوا انه يطبق هذه الجملة على العود. وعشان كده انا كنت بقول لكم هنتعرض له كعازف عود. حكاية غرامي من اقوى ما نفذ فريد الاطرش كعازف عود، وفعلا هنا مستوحي ستايل الجيتار الاسبانيولي، وفي نفس الوقت لامم كل ما تعلمه من فنون العود، فنون مثلا جوز الاوتار، يعني استعمال وترين دفعه واحده بضربتين ريشه مع بعض، واستعمال ايديه في مسك وترين في لحظه واحده، وهكذا. يعني عامل مجموعه من فنون العود العبقريه، حقيقي مش اي عازف يقدر يعملها بهذا الشكل على الاطلاق. وده في اعتقادي هو السبب انه اللي خلى فريد او اللي دفعه ان يستعمل جملة أستوريس بتاع جوكين مالاتس دي. ما كانش الدافع هو الاقتباس البحت، لا، كان الدافع فعلا نفسه هيموت يطلع ده بالعود، يعمل له شكل عربي، ونجح في هذا. ساعده أندريا رايدر الموزع العظيم اللي كان فعلا مصري، أقول إيه، أكتر من مصريين. يعني برضو في عجالة سريعة بنبدأ بمقدمة، بنلاقي اللحن الرئيسي من العود، البداية كده على طول بناخده بالعود اللحن ده، وبنشوف قوة فريد من أول ثانية المذهلة كعازف عود. وبعدين بناخده مجوز ما بين العود والبيانو، وبيتدخل معاهم الأوركسترا في الدموم، يعني تن دن 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 دم تن دن 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 دم، مطرح ما بخبط كده دي مكان الأوركسترا. بعدين بنلاقي الأوركسترا والعود والبيانو والخشبيات كلهم مع بعض. بنلاقي بعد كده قفلة أربيج بيانو. يعني إيه أربيج؟ يعني يعزف حرف ويسيب حرف، يعزف حرف ويسيب حرف، يعني يعزف دو ويسيب الري، ويعزف مي ويسيب الفا، ويعزف سول ويوصل للدو، وهكذا. فبيعملها حركة سريعة عازف البيانو، بتدي جو لذيذ جدا. بنقابل بعدها كادنسة عود. كادنسة عود يعني لحظة منفردة يعزف فيها العازف بمزاجه، وبنتفرج فيها من فريد على حقيقي كمية من فنون العود في عجالة سريعة جدا في نص دقيقة ولا حاجة، بيورينا يعني ايه عود يتعمل ازاي. بعد كده بناخد تكرار للجملة الكادنسية دي او الجملة اللي قالها العود، يعني من الاوركسترا، وبيملى الخشب الفراغات بتاعت الاوركسترا، يعني ما بيسكت الوتريات بنلاقي الخشب بيقول. وبعدين بنلاقي العود بيكرر الجملة الرئيسية بالنص مع الاوركسترا، يعني توزيعات مختلفة، وبعدين ما بين العود والبيانو والخشب، وبتزيد السرعة وبتزيد السرعة، وإلى أن بنقفل قفلة محترميني جدا، قفلة في الجامد خالص. يعني بنخش على الغنى. من أول الغنى بيخفض دور رايدر، بنلاقي دور رايدر بيقل وبيظهر لحظات قليلة قوي، يعني مثلا زي ما تلاقيه بيقول وحرماني منها ما بين يوم وليلة، بتلاقوا الفلوت بيقول ترا ترا ماليش يد فيها ترا ترا كده، لمجرد تكثيف اللحظة العاطفية. بمر بينا الكوبليه الاولاني، مرت بينا الايام تجري الى اخره. هي الحقيقة كوبليهات مجازية، لان احنا بنرجعش المذهب ولا حاجة، يعني هو منطقة بتسلمنا المنطقة، فانا بفضل اسميهم كوبليهات. الكوبليه التاني اللي هو منطقة الراس النوى، برضو يا حبيبي قلبي بيدعي لك. فريد بتشوفه بقى رقته، بتشوفه طربه، وبتشوفه أصالته
في هذه الجملة. هو بيتفوق قوي الحقيقة في منطقتين الرصد والبياتي دول، يعني بيلعب فيهم بمزاج قوي وبراحته قوي. هذا الكوبليه طبعا اللي بيحوي الجملة الشهيرة حبيبي سلامتك، سلامة ابتسامتك، من أحلى برضه ما عمل فريد ومن أرق ما كتب مأمون الشناوي. سلامة ابتسامتك دي لو بصيتوا لها لوحدها كده جملة جميلة 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 قوي الحقيقة. برضو ده بيسلمنا بعد أهاتي، كلمة وتشفي أهاتي، بنخش على المنطقة رقم 3 المستقلة، يعني أول كوبليه 3 بنلاقي مقدمة بياتي وبنلاقي ظهور الناي لأول مرة، محجوز الناي لكن هنا بيبان وبيديله سولو، ودي برضو من هوايات فريد لعبة الناي في داخل المقامات الشرقية. ويا أخي بيعملها يعني تحس إنها كانت لازم تتعمل كده يا إما بلاش يعني. بنلاقي ده اللي أوله يا حبيبي مهما قسيت الويل خسارة في الدنيا دمعك. بنشوف طبعا برضو قدرة فريد الصوتية فوق طالع يا حبيبي مهما قسيت الويل. بنقابل الخشب مرة أخرى قرب النهاية، عندي يا دنيا عندي أمل نرجع ونقطفها، الجزء بتاع ما تفرقيش ده التصاعد الجامد خالص اللي في الغنوة. وبعدين بنلاقي الختام بتاعنا، ختام قوي الحقيقة، يعني سلالم سلالم متتابعة، الجملة الرئيسية بتيجي وبعدين سلالم ورا بعضها وبعدين قافلة في جامد جدا، طويلة أوركسترا محترم بيدينا قافلة محترمة لغنوة من أحلى أغانينا العربية. أصدقائي المستمعين، موسيقى وأغنية حكاية غرامي، مأمون الشناوي، أندريا رايدر، فريد الأطرش. Thank you.
حكاية غرامي حكاية طويلة. حكاية غرامي حكاية طويلة، بدايتها ذكرى الليالي الجميلة وحرماني منها ما بين يوم وليلة، ماليش يد فيها ماليش فيها حيلة. كتبها زماني عليا بدم وبدموع عينيا، كتبها زماني عليا بدم وبدموع عينيا. حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية أبكي وأغني لك يا
حبيبي في هناك وعذابك واشوف جمالك في الضنا اقول يا ريتني كنت انا واشوف جمالك في الضنا اقول يا ريتني كنت انا ماليش حبيب غيرك وحدك او ماليش حياه ابدا بعدك حبيبي سلامتك سلامه ابتسامتك حبيبي سلامتك سلامه ابتسامتك تنور حياتي وتدفي قهاتي تنور حياتي وتدفي قهاتي حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك تنور حياتي وتدفي قهاتي قهاتي حكاية غرام
حكاية طويلة.